جيش أعداء الحسين كان هنالك شخصان احتارا في أمرهما وترددا في مواقفهما، لكن أحدهما في النهاية اختار طريق الجن والآخر اختار طريق الهاوي. فالحر تحير وتردد كما تحير من قبل عمر بن سعد وتردد، غير أن الحر نظر إلى العاقبة فما اختار على الجنة شيئا، أما عمر بن سعد فأعماه ملك الري وسقط في جهنم ولعنه الله واللاعنون، نعوذ بالله من سوء الاختيار، ونعوذ بالله من سوء العاقبة، ونرجو أن يوفقنا الله لحسن العاقبة من خلال حسن الاختيار. سقط من أصحاب الحسين عليه السلام شهيدان، أحدهما علي الأكبر والثاني غلام أسود. ولقد جاء إليهم الحسين عليه السلام كعادته كلما سقط من أصحابه شهيد في كربلاء، فقبل جبين ولده كما قبل وجه غلامه الأسود، ليبين أن الميزان هو بياض القلوب وصحة الاختيار والعمل الصالح لا بياض الجلود، ولكي يعلن أن شهادة العبيد الأوفياء ترفعهم إلى مصاف أولاد الأنبياء. قام الحسين عليه السلام بنهضته ضد الجاهلية يوم لم يكن أحد غيره ينهض، فكان لوحده أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما أعداؤه فكانوا من أمة أخرى، كما قال زهير بن القين في صبيحة يوم عاشوراء: نحن وأنتم على أمة واحدة، فإذا وقع بيننا السيف كنا أمة وكنتم أمة. وحينما بقي الحسين وحده كان وحده كإبراهيم جده أمة واحدة، أما الأعداء فلم يكونوا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حج الحسين عليه السلام 25 حجة ملبيا وهو ماشي ولم يكن راكبا، وفي عاشوراء مشى حافيا إلى السماوات حتى وصل إلى العرش، فسكنت روحه عند الكلمة التي كتبها الله على ساق عرشه: إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة.